الماليزي. اليوم هو يوم الخميس 14 أو 24 من شهر مارس 2016، الموافق 15 من الشهر السادس ل 1437 للهجرة النبوية المطهرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم الجولة التاسعة في ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال الروسي في 2018، مونديال موسكو، وكذلك بالاشتراك أيضا هذه التصفيات التي سوف تؤهل أيضا لنهائيات كأس آسيا المزمع إقامتها في الأراضي الإماراتية في 2019. نحن أمامكم في هذا الملعب الجميل وفي مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله، هذه الهدية التي قدمت من الراحل الكبير رحمة الله عليه في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة، التي يطلق عليها الجوهر المشع. وأمام هذا الحضور الجماهيري المتوسط لجماهير الأخضر الذين يحضرون ليزفوا الأخضر السعودي، اليوم الأخضر بالطبع هو المتصدر لحد الآن ب 16 نقطة، والمنتخب الإماراتي لديه لقاء أمام المنتخب الفلسطيني الذي سبق هذا اللقاء تحديدا. يبدو أن النتيجة لصالح الأبيض الإماراتي بهدفين للا شيء، هذه آخر نتيجة وصلتني للقاء المنتخب الإماراتي أمام المنتخب الفلسطيني. بالطبع يوم آسيوي، تابعنا اللقاءات منذ الصباحات، منذ أن بدأ لقاء أستراليا التي استضافت منتخب طاجكستان، والنتيجة الكبرى السباعية التي كانت لصالح المنتخب الأسترالي. بعد ذلك منتخب الساموراي أيضا في الظهيرة ينتصر على المنتخب الأفغاني بخماسية للا شيء، أيضا المنتخب الكوري الجنوبي ينتصر على منتخب لبنان الشقيق بواحد للا شيء، الهدف الذي أتى في الدقائق الأخيرة. أيضا نظرة على الاحتياط في أرضية هذا الملعب، وابتسامة جميلة من حسن معاذ الكابتن، وأيضا نشاهد عبد المجيد الرويلي الذي استدعي مؤخرا للأخضر السعودي، والنجاحات الباهرة لعبد المجيد الرويلي بكل تأكيد استحق أن ينال الشرف، بكل تأكيد أن يشارك مع المنتخب السعودي. نحن نتابع ونشاهد وننتظر دخول الفريقين والمنتخبين. أخضرنا السعودي بالطبع يعني في لقاء يعتبر من اللقاءات المفصلية، وإن كان الأخضر السعودي ما زال مسيطرا وما زال متقدما في هذه المجموعة الأولى، ودائما في المجموعة الأولى الأخضر السعودي أولا ويأتي الأول. بالطبع المنتخب الإماراتي بالفعل انتصر على المنتخب الفلسطيني، إذا المنتخب الإماراتي الشقيق أيضا لديه 16 نقطة تزامنا مع الأخضر السعودي، لكن بالطبع مع لقاء اليوم الانتصار ولا غير الانتصار للأخضر السعودي ولمنتخبنا الوطني. بالانتظار ودخول الطاقم الفريقين وطاقم التحكيم بكل تأكيد الذي يقود هذا اللقاء، طاقم تحكيم كوري يتواجد، أيضا حكم ساحة هو الحكم الذي يقود هذا اللقاء، كيم دونغ جين، أيضا بارك سون، أيضا لي جونج المساعد الثاني، وكيم يونج، والأسماء الكورية الجنوبية كما دائما وأبدا. هنا العلم الأخضر السعودي وعلمنا والراية التي لا تنكس أبدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالطبع ننتظر دخول الكتيبة الخضراء والصقور الخضر في هذا المساء، وفي بالطبع يا
هنا لحظة الدخول المنتخبين. النشيد الوطني الماليزي، نستمع. والآن النشيد الوطني السعودي. وعاش الملك للعلم والوطن، هكذا تبدأ حكاية المنتخب السعودي أمام المنتخب الماليزي هنا في ملعب الجوهرة المشعة، وأمام هذا الطاقم التحكيمي كما ذكرنا طاقم تحكيم من كوريا ومن كوريا الجنوبية، حكم الساحة كيم دونجين، بينما المساعد الأول بارك سون، المساعد الثاني لي جونغ، أيضا الحكم الرابع كيم بونغ، بينما التشكيلة التي سوف يخوض بها منتخبنا الأخضر السعودي تشكيلة بالطبع تعتبر مثالية للأخضر السعودي. خالد شراحيلي، أسامة أوساوي، عمر أوساوي، عبد الله الزوري، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الملك الخيبري، تيسير الجاسم، سلمان المؤشر، يحيى الشيري، محمد السهلاوي، وبالطبع المدرب الهولندي فان مارفيك. هذه تشكيلة فان مارفيك كما نشاهد، بينما هذا هو المدرب الماليزي بالطبع الذي حضر بتشكيلة مكونة من شيمات في حراسة المرمى، جان فاضلي، محمد عبد الرزاق، أيضا شفيق رحيم صاحب الهدف في اللقاء الماضي أمام الأخضر السعودي وفي موقعة شاه عالم.
أينما أيضا باختيار يتواجد، ناوي يتواجد، سوبرمانيام، يحيى هيكل، محمد أظرف. هذه تشكيلة المنتخب الماليزي، وبالطبع المدرب الذي يتواجد أيضا المدرب الماليزي هو أونغ كيم سوي، المدرب الماليزي 45 سنة. بالطبع هذا المدرب الذي يتواجد أيضا أمام المدرب الهولندي فان مارفيك، مدرب منتخبنا الأخضر السعودي 63 سنة. بالطبع سجل تدريبي جيد لفان مارفيك، وطبعا هذا هو فان مارفيك يتواجد. صحيح ان يعني لم يكن الانصار الاخضر السعودي يعني اتحدث عن الرضا التام على فان مارفيك والمدرب الهولندي، لكن بالارقام وبلغه الارقام، فيصل البدير المدرب الوطني السعودي الذي بالطبع قاد اول لقاءات الاخضر السعودي في التصفيات امام المنتخب الفلسطيني والشقيق ب3-2 وانتصار عريض في الدمام، بعد ذلك فان مارفيك التواجد، والدعوات ما من سلمان المؤشر كما نشاهد بأن النصر بكل تأكيد، نحن ندعو الله بالنصر والانتصار في هذا اللقاء حتى بالطبع نتصدر المجموعة. صدارة المجموعة شيء مهم لنا بكل تأكيد، نتطلع للصدارة ولا سوى الصدارة. طبعا متصدر المجموعات في المجموعات الثمان الآسيوية، المتصدر يتأهل مباشرة، وأيضا أفضل 4 ثواني. هكذا تنتظم 12 منتخب في التصفيات النهائية والمرحلة الثانية التي سوف تؤهل إلى نهائيات كأس العالم، وهو المنى، وبكل تأكيد يحمل هذا الكابتن محمد السهلاوي بالطبع يعني طموح وأمنيات ودعوات 25 مليون سعودي يشاهدون بالطبع هذا اللقاء. بداية اللقاء وبسم الله الرحمن الرحيم، افتتاح بالطبع اللقاء يحيى الشيري في وسط الملعب، يتواجد أيضا إلى سلمان الفرج رقم 7 اللاعب الأنيق، والخطأ الأول للأخضر السعودي، وهنا الصافرة للحكم الكوري، كان بالاشتراك مع اللاعب رقم 11 باختيار. هذا باختيار هو الذي سجل الهدف في المرمى الإماراتي، والانتصار بالطبع كان للإمارات ب2-1 على المنتخب الماليزي. هذا باختيار رقم 11، بينما الدخول هنا الكرة مقطوعة من أفراد المنتخب الماليزي في وسط الملعب، والدخول أيضا خطأ بخطأ وخطأ آخر للمنتخب الماليزي، هذه المرة على عمر هوساوي المدافع، مدافع منتخبنا السعودي. كل الدعوات والأماني بأن الانتصار يكون حليف الأخضر السعودي في هذا المساء حتى نصل إلى النقطة 19، نضمن بعد ذلك ربما الصدارة، بعد ذلك فارق الأهداف ما بيننا وبين المنتخب الإماراتي. هنا التدخل والخطأ، ونشاهد قرار الحكم الكوري الجنوبي، لا يوجد قرار من الحكم، بينما الدخول كان على سلمان المؤشر كما نشاهد، دخول قوي وخطأ، سلمان الفرج على التنفيذ، يعود بالكرة بشكل جيد إلى تيسير الجاسم في وسط الملعب، يعود بالكرة إلى أسامة هوساوي كابتن الأخضر السعودي في هذا المساء، إلى بالطبع الظهير الطائر ياسر الشهراني، إلى عمر هوساوي، تعود الكرة منطلق الهجمات دائما وأبدا من المناطق الدفاعية، تيسير الجاسم في التوغل الأول في الطرف اليسار، محاولة سلمان الفرج بشكل رائع، هنا الدخول، المطالبة بالخطأ، الحكم الكوري الجنوبي لا يعلن عن شيء. هنا تيسير الجاسم في الدخول، بينما اللاعب سوبرمانيام الذي يتواجد في الظهير اليمين للفريق الماليزي، دخول واضح وخطأ ربما فات على الكوري الجنوبي الحكم. هنا تعود إلى الحارس شيمات، الاسم الغريب للحارس الماليزي، هنا في وسط الملعب إلى الكابتن شفيق رحيم صاحب الهدف كما ذكرت في اللقاء الأول، موقعة شيا عالم، وما حصل في موقعة شيا عالم الكل يتذكر ذلك اللقاء،
والأشياء التي بدت في آخر اللقاء، حتى لم نسمع صافرة الحكم الذي قاد ذلك اللقاء، لم نسمع الصافرة بعد لحد الآن، لكن اللقاء بعد ذلك طبعا شغب الجمهور الماليزي، وقررت طبعا اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي بانتصار الأخضر ب3-0 بعد أن كان متقدما بهدفي تيسير الجاسم ومحمد السهلاوي وماليزيا في اللقاء الماضي بهدف في الدقيقة تحديدا 70 من اللقاء. بعد ذلك توالت الأحداث، هنا خطأ يتواجد تيسير وسلمان الفرج والحارس شيبات يتوثب، ونشاهد أيضا يحيى الشهري على التنفيذ مع اللاعب تيسير الجاسم، هنا المحاولة واللعبة والكرة معادة من الدفاعات الماليزية في الطرف اليسار، سلمان المؤشر والرأسية، هل يتواجد السهلاوي في المكان المناسب؟ ورأسيات محمد السهلاوي في اللقاء الماضي كان مع أمام المنتخب الماليزي في موقعة شاع عالم، شاهدنا هدف خطير وهدف ممتاز ورائع من الكابتن محمد السهلاوي، والرأسية التي عانقت الشباك اصطدمت بالعارضة كما نتذكر. هنا الكرة تعود إلى الحارس الماليزي شيمات، هل تعود أمجاد الأخضر السعودي؟ الصقور الخضر قادرون على العودة وعلى رسم خارطة العودة مع المدرب الهولندي فان مارفيك. عمر هوساوي، أسامة هوساوي الكابيتانو ولاعب الخبرة في الأخضر السعودي، أسامة هوساوي 31 سنة يعود بالكرة، عبد الملك الخيبري المحور الفنان ينقل الكرة في الطرف اليسار، لكن الكرة مقطوعة من الفريق الماليزي، الزوري كذلك تواجد، نظرة على فان مارفيك، سلمان عبد الملك، سلمان في الطرف اليسار، كرة ممتازة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى سلمان الفرج يعود بالكرة، عمر إلى أسامة في وسط الملعب، ياسر والتوغل إلى عبد الملك الخيبري، كرة بينها إلى ياسر الشهراني، التوغل المشاهد العرضية، بالمناسبة هدف السهلاوي في اللقاء الأول أمام ماليزيا كانت عرضية من ياسر الشهراني، عرضية مثالية، هنا مرة أخرى ياسر التقدم، كرة مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب، يعود شفيق رحيم صاحب الرقم 8 والكابيتانو، ياسر الشهراني بالعودة إلى تيسير عبد الملك الخيبري بشكل ممتاز، يتقدم عبد الملك يبحث عن التمرير في وسط الملعب، يحيى الشهري اللاعب الفنان مرة أخرى يعود، عمر هوساوي كرات منقولة من منتخبنا الأخضر السعودي، عودة مجددا، سلمان مرة أخرى، أسامة هوساوي اللاعب الذي سبق وأن احترف في الدوري البلجيكي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، لعب في أكبر أندية بلجيكا في أندرلخت الفريق الشهير، أتحدث عن أسامة هوساوي، كرة ملعوبة لصالح المنتخب الماليزي، محمد أظرف، كرة مقطوعة، محمد السهلاوي بشكل رائع الشد الواضح، مرة أخرى محمد السهلاوي يعود بالكرة، يحيى والمهارة والسقوط والخطأ، خطأ لصالح منتخبنا السعودي، هنا يحيى الشهري ولقطة رائعة من المساعد الأول كما شاهدنا باركسون، هنا الخطأ لصالح المنتخب السعودي ومنتخبنا الوطني، والشيمات يتواجد ويحيى الشهري على التنفيذ، 25 سنة ليحيى الشهري، يحيى على التنفيذ،
هل يحيي على أمال مرة أخرى وينعش المدرج السعودي؟ هنا الكرة تتخلص، تعود سلمان، يلعب الكرة مقطوعة، تعود لصالح المنتخب الماليزي، والألوان الدائمة للمنتخب الماليزي. هنا الكرة والدخول، والكرة بعيدة، سلمان المؤشر. عرضية لم تكن جيدة لكن الفكرة رائعة من سلمان المؤشر، والدخول الصعب هنا مرة أخرى، والحارس الشيمات يتواجد. الفكرة كانت رائعة من سلمان المؤشر لكن التنفيذ فقط، اللمسة الأخيرة من سلمان المؤشر. هنا المرور والتمرير لكن الكرة باتت بعيدة عن المرمى، ونجات الشباك الماليزية. هنا تلعب الكرة من شيمات الحارس الماليزي في وسط الملعب، تلعب الكرة معادة لصالح المنتخب السعودي. هنا أوس سهلاوي، كرة مقطوعة لكن غريبة، هنا بالطبع لاعب مصاب من أفراد المنتخب الماليزي، اللاعب رقم 18 هيكل، وبالطبع إخراج الكرة للإطمئنان على هذا اللاعب هيكل، اللاعب الماليزي. الجمهور السعودي بدأ يتحرك مع اللقطات الماضية وخاصة كرة سلمان المؤشر التي كانت أخطر كرة في المباراة لحد الآن. تلعب الكرة محمد فضلي، قلب الدفاع الماليزي ياسر الشهراني، تمريرة بالخطأ لكن دخول أسامة إلى سلمان، كرة ممتازة، سهلاوي هل يعود بالكرة؟ هنا الدوران في الطرف اليمين، يحيى الشيري، الدخول لصالح المنتخب السعودي الأخضر السعودي، تمريرة وبالطبع الترويض لم يكن جيدا لكن بالطبع كرة ممتازة كانت من سلمان الفرج، كرة مقطوعة أيضا. عمر أوساوي، حصار قوي لصالح المنتخب السعودي على المنتخب الماليزي. يحيى الشيري يعود بالكرة، عبد الملك الخيبري، سلمان، عمر مرة أخرى، ياسر الشهراني في وسط الملعب، سلمان الفرج لكن الكرة مقطوعة، والخطأ لصالح سلمان الفرج، والتدخل من اللاعب هيكل. هذا هو المدرب الماليزي أونغ سين سوي، 45 سنة، المدرب الذي بدأ ودرب هاريماو مودا الفريق الماليزي في 2011، بعد ذلك درب المنتخب الماليزي في 2014، ثم انتدب للمنتخب الماليزي تحت 23 سنة في ذات السنة 2014، لكن في هذا الموسم تحديدا عاد إلى المنتخب الماليزي للقيادة في التصفيات، لكن النتائج لم تكن جيدة للمنتخب الماليزي. هنا محاولة، عبر أوساوي، عبد الملك، تيسير مرة أخرى، تيسير، سلمان، سلمان ضابط الإيقاع في وسط الميدان المنتخب السعودي، عودة من ياسر الشهراني، تغيير الاتجاه إلى عمر أوساوي، يعود في الدائرة عبد الملك الخيبري في الطرف اليسار، الكرة الزوري، ممتازة من الزوري، الترويض الرائع، الدخول سلمان مرة أخرى، العرضية والكرة تتخلص من الدفاعات من محمد فضلي المدافع الماليزي، لكن بالطبع الكرة كانت ممتازة لسلمان المؤشر، أنشط لاعبي الأخضر السعودي لحد الآن في التوغل من الأطراف سلمان المؤشر، كرتين ممتازة لصالح سلمان المؤشر، لم نشاهد ياسر الشهراني ولا الزوري في الأطراف وتقدم ظهيره إلى الجنب. هنا المعادة، الكرة إلى أسامة أوساوي، عمر، عمر يتقدم عمر، هل نشاهد التمريرة والبينية إلى السهلاوي، عبد الملك مرة أخرى إلى عمر الزوري، لكن التمريرة غريبة من عمر أوساوي، استعجل في لعب الكرة عمر أوساوي،
والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكل بانتظار الأهداف السعودية في هذا اللقاء. هنا السلاوي يقطع الكرة بشكل رائع في الطرف اليسار، وهنا المهارة والدخول والخطأ. مهارة محمد السلاوي تظهر في هذه الآونة. هل نشاهد بالطبع هنا خطأ لصالح المنتخب السعودي على شفيق رحيم. هنا مهارة محمد السهلاوي، هنا العودة، وبالطبع شفيق رحيم والدوران، ولكن الكرة كرة مهارة ممتازة من محمد السهلاوي. غاب كثيرا عن التسجيل محمد السهلاوي في الآونة الأخيرة، لكن هل يعود؟ مع أن محمد السهلاوي ما زال هدافا للبطولة، لديه 13 هدافا، عفوا للتصفيات، لديه 13 هدف، لكن لا أعلم هل أحمد خليل سجل هدفين في هذا المساء. هنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب. عموما حتى لو أحمد خليل سجل الهدفين لصالح المنتخب الإماراتي سوف يكون لديه 12 هدف، لكن السهلاوي ما زال مستمرا في صدارة هدافي التصفيات. لكن بالطبع البعض يتساءل، نريد التأهل فقط، لا نبحث عن الأمجاد الأخرى. شيمات على التنفيذ، الحارس الماليزي 28 سنة لهذا الحارس، يلعب الكرة طويلة في الاستقبال شفيق مرة أخرى، مقطوعة، استقبال رائع لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. عبد الملك الخيبري هذا هو مدرب المنتخب الماليزي، بينما يقف فان مارفيك 63 سنة لمدربنا مدرب الأخضر السعودي المدرب الهولندي، والسي في الخاص لهذا المدرب. هنا 6 أخطاء على المنتخب الماليزي وخطأين على الأخضر السعودي. فان مارفيك والتوجيهات، هنا الدخول على ياسر الشهراني، والخطأ بكل تأكيد كان دخول قوي من اللاعب ناوي. هنا مرة أخرى، ربما ليس اسم اللاعب ناوي لكن هو ناوي، لكن الأسماء الماليزية نوعا ما أسهل من أسماء بعض المنتخبات هنا في القارة الآسيوية. شاهدنا منتخبات في الآونة الأخيرة آسيوية لم تكن متواجدة رياضيا، أتحدث عن كمبوديا ولاوس وأيضا بوتان والمنتخبات وأيضا منتخب غوام. هنا الكرة لصالح يحيى في الطرف اليسار، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو سلمان المؤشر، هل يكون المؤشر الأخضر السعودي باللون الأخضر؟ دائما الفرحة في النقاط الثلاث فقط، لا نبحث عن غير النقاط الثلاث أبدا. هنا المحاولة والرمية الجانبية لدى 16 سوبر مانيام، تلعب تعود، فضلي يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح المنتخب السعودي ومنتخبنا السعودي. كرة للزوري مرة أخرى، سلمان المؤشر يعود بالكرة، عمر، أسامة، سلمان مرة أخرى في وسط الملعب. التحضير الطويل من المنتخب السعودي. السهلاوي، تمريرة رائعة من سلمان الفرج، بداية إلى السهلاوي، دخول سلمان والكرة بعيدة على سلمان الفرج. بدأ سلمان وانتهت إلى سلمان إلى خارج أرضية الملعب. كانت التمريرة رائعة من سلمان الفرج، والتمريرة كانت ممتازة، لكن لم يتمكن محمد السهلاوي من السيطرة على الكرة. شيتيام الحارس أو شيمات الحارس الماليزي. المنتخب السعودي وأخضرنا السعودي لعب 6 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 1، وبالطبع لم يخسر الأخضر السعودي، أيضا له 25 هدف
وعليه 3 أهداف فقط، لديه من النقاط 16 نقطة. هنا سلمان المؤشر وشيمات مرة أخرى، الأخطاء دائما من الحراس والكرة تبعد إلى خارجي أرضية الملعب. نعم الصدارة للمنتخب السعودي، تعود الكرة. الزوري، سلمان المؤشر، عبد الملك، تبادل الأدوار مع سلمان الفرج. لمسة فنية دائما رائعة من سلمان الفرج، الكرة تخرج من قدم سلمان بشكل رائع. هنا مرة أخرى يحيى، والتمريرة والتسديدة والزوري، والكرة الحارس شيمات يتواجد بشكل رائع ويصد الكرة. نعم أول تواجد للزوري، اللاعب الخطير الذي لديه 5 أهداف في هذا الموسم. شاهدنا الزوري لديه أيضا هدف في دوري أبطال آسيا في الشامبيونز ليج الآسيوي أمام باختكور. هذا هو الزوري، والتقدم الرائع من الزوري والتسديدة، لكن شيمات يتواجد. الحارس الماليزي عبد الملك يعود بالكرة، تيسير الزوري، الزوري، وخطأ على عبد الله الزوري، خطأ واضح على عبد الله الزوري، ولصالح اللاعب سوبرامانيام الظهير اليمين لصالح المنتخب الماليزي، الذي بالطبع يحل المنتخب الماليزي رابعا في ترتيب المجموعة الأولى. لعب 7 مباريات، هذه المباراة 8 والأخيرة للمنتخب الماليزي. بالمناسبة المنتخب الماليزي انتهت مباريات المنتخب الماليزي، هنا آخر مباراة. تعتبر 8 للمنتخب الماليزي، فاز في 1 وتعادل في 1 وخسر 5 لقاءات، لديه 3 أهداف فقط. من ال3 أهداف هدف في مرمى المنتخب السعودي والتسديدة. وتعود ممتازة من سلمان المؤشر. هنا الخطأ، خطأ أيضا على عبد الله الزوري، ولصالح هنا المرور، والمرور من عبد الله الزوري كما نشاهد مرارة أو مهارة، طبعا مهارة اللاعب الماليزي. المنتخب الماليزي لديه 3 أهداف وعليه 28 هدف، لديه 4 نقاط فقط، ليست له حظوظ بالتأهل أبدا المنتخب الماليزي، لكنه يلعب للتاريخ وتسجيل موقف أمام الأخضر السعودي، أمام بطل آسيا سابقا. هذه الجملة التي لطالما تغنينا بها كثيرا، والمنتخب السعودي الذي كان بطلا لآسيا، كمية المرارة والأوجاع في حال الأخضر السعودي في السنوات الماضية لا يرضينا بكل تأكيد، لكن الأمل بكل تأكيد في هذا الجيل أن يعود مجددا بالأخضر السعودي إلى 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 المقدمة. هنا التسلل الواضح على تيسير الجاسم، أن يعود الأخضر السعودي إلى قمة آسيا كما فعلنا سابقا. مشكوك والله في صحة التسلل، لكن شاهدتها من الوهلة الأولى، كانت يعني ربما شككت في التسلل، لكن لم يكن واضحا على تيسير الجاسم. ربما لو تكن الصورة من الجنب يعني بموازية للخط لتيسير الجاسم لا يعني لانتبهنا للقطة ولا حكمنا بالشيء العادل. هنا الكرة لسلمان المؤشر، والدخول والمهارة والسقوط، لكن هل نشاهد قرار من السيد الحكم؟ لا نشاهد قرار من السيد الحكم. هنا العودة مجددا، أسامة هوساوي، يحيى الشهري يلعب الكرة، وشيمات، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. العودة والسقوط، نعم يوجد اشتراك على الخط تماما ولصالح سلمان المؤشر. إذا ركلة جزاء لم تحتسب من وجهة نظري لصالح الأخضر السعودي. يوجد اشتراك لصالح سلمان المؤشر،
هنا بالطبع اللاعب المصاب لا أعلم هو اللاعب الذي اشترك مع سلمان ثم خشي احتساب الركلة ركلة الجزاء ومن ثم السقوط في أرضية الملعب. هنا الإعادة، الاشتراك موجود، الاشتراك واضح من لاعب رقم 11 تحديدا باختيار اللاعب الذي سجل هدف في مرمى المنتخب الإماراتي. باختيار صاحب الرقم 11 هو اللاعب الذي اشترك مع سلمان المؤشر، وركلة جزاء لم تحتسب للأخضر السعودي، لكن نحن دائما نبحث عن الأهداف. هنا اللقطة الممتازة لتيسير الجاسم، وبالطبع الكرة إلى ركلة ركنية لصالح الأخضر السعودي. هذا هو اللقاء العاشر ما بين الفريقين. ذكرت أن المنتخب الماليزي ليست له حظوظ، لكنه يكتب هذا اللقاء للتاريخ. لقاء عاشر، 9 لقاءات. نعم، خروج اللاعب هنا، دخول اللاعب رقم 5 بينما خروج محمد عبد الرزاق صاحب الرقم 7. لكن نشاهد اللاعب رقم 5 اللاعب المدافع. هنا الضربة الركنية لصالح المنتخب السعودي، ويحيى الشيري والرأسية تتخلص الزوري مرة أخرى إلى يحيى. هنشاهد العرضية والرأسية أسامة والدخول حسوي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضربة ركنية أخرى لصالح منتخبنا السعودي، يحيى الشيري وأسامة والسهلاوي، لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، والدخول محمد فضلي اللاعب المدافع. تيسير الجاسم في الجهة المقابلة، وضربة ركنية لصالح الأخضر السعودي. تعود الكرة، سلمان الفرج يلعب الكرة طويلة وشيمات الحارس والكرة، وسقوط الكرة على دفعتين الحارس الماليزي بالاشتراك مع عمر أوساوي. هنا بالطبع شيمات الحارس الماليزي. هنا الدخول والإعادة. نعم، 10 لقاءات، هذا هو اللقاء العاشر، بينما 9 لقاءات قبل ذلك فاز منتخبنا السعودي في 7 لقاءات، بينما تعادل المنتخبين في 2 لقاءات. لم ينتصر المنتخب الماليزي أبدا على الأخضر السعودي، بينما هل يسجل منتخبنا السعودي في هذا اللقاء الفوز 8 والانتصار 8 على المنتخب الماليزي في تصفيات آسيا؟ هنا اللاعب الأنيق والمهاري سلمان الفرج يتلاعب في أرضية في وسط الميدان مع المنتخب الماليزي. هنا الكرة، عمر أوساوي يتقدم، يعود بالكرة إلى عبد الملك، إلى سلمان الفرج، 7 يتواجد. هنا سلمان يلعب الكرة إلى ياسر الشهراني، دخول ياسر يلعب الكرة بشكل ممتاز، السهلاوي، تمريرات السهلاوي متقنة دائما. هنا يحيى الشيري، السهلاوي، يحيى، لكن الكرة مقطوعة من الدفاعات. المنتخب السعودي يحاصر ماليزيا، هنا الكرة، أو يحاصر بالأصح المنتخب الماليزي. هنا الدخول يحيى، لكن الكرة مقطوعة، الزوري يتواجد أيضا، سلمان المؤشر. هكذا تبدو الحكاية والرواية كما تشاهدون. سلمان الفرج والدخول وياسر الشهراني، والكرة الرائعة جدا من سلمان الفرج. نعم، يستحق التحية ياسر الشهراني وكذلك سلمان في هذه اللقطة الممتازة لصالح أخضرنا السعودي. هنا الحارس شيمات الحارس الماليزي، ونظرة فارمارفي المدرب الهولندي الذي كانت له صولات وجولات، وخاصة في كان مدربا في البوندسليغا الدوري الألماني. هو قادم من الدوري الألماني، كان مدرب لهامبورغ الألماني. هنا الاستقبال الرائع من تيسير، كرة لصالح السهلاوي، يلعب الكرة في الطرف اليسار، الزور يترك الكرة إلى المؤشر، المؤشر إلى سلمان،
منطلق الهجمات سلمان، نتابع هذا اللاعب، يعود الى عبد الملك، الى الزوري، عبد الملك مره اخرى، هلا نشاهد التمريره الى سلمان، سلمان الى الزوري لكنها مقروءه من سوبرايام، هنا مره اخرى العوده الى سوبرامانيام الى سلمان الفرج، يستقبل الكره وتغيير اللاعب الى اسامه الى ياسر، عبد الملك، ياسر، مرور ياسر، عبد الملك الى اسامه، عمر، ذكرت التحضير الكثير لصالح المنتخب السعودي في وسط الملعب، هل نشاهد تمريره بينيه؟ هنا ياسر والدخول والراسيه الى خارج ارضيه الملعب. هل نشاهد بينيه الى السهلاوي؟ بينيه من يحيى الشيري او تيسير الجاسم او سلمان الفرج. الاسماء الجميله في وسط الملعب والتي تجيد صناعه اللعب. هنا الكره شيتام يلعب الكره في وسط الملعب، كره مقطوعه، سلامات عبد الملك، اسامه يتقدم في الطرف اليمين، يحيى والمرور والمهاره، يلعب الكره قصيره الى اسامه، سقوط اسامه والخطا لصالح اسامه عساوي. نعم، 3-3، يتواجد ايضا جان قلب الدفاع يتواجد هنا، لكن اسامه عساوي يشترك كابتن المنتخب السعودي. عوده مجددا، تيسير، ياسر الى يحيى الشيري، ياسر مره اخرى الى سلمان في وسط الملعب، كره مقطوعه، كثره الكرات المقطوعه في وسط الملعب، هنا الدخول الممتاز ايضا من عبد الملك الخيبري وقطع الكره بشكل رائع، هنا ايضا تمريره خاطئه من سلمان، هنا مره اخرى جان يلعب الكره الى جان، هذا هو اللاعب رقم 3 في الطرف اليسار، 13 يتواجد ايضا، ناوي يلعب الكره، عبد الملك، سلمان والمهاره، سلمان الفرج لكن الكره مقطوعه ايضا من سلمان، عبد الملك في وسط الملعب، ياسر، مرور اكثر من رائع من ياسر الشهراني. هل نشاهد التمريره السريعه؟ هنا التاخر بكل تاكيد، يجب ان تلعب الكره بسرعه، سلمان مره اخرى في الطرف اليسار، الزوري، سلمان الفرج، هل نشاهد يحيى التحضير، الزوري، الخطر قادم لكن الكره مقطوعه، تعود الكره الى عمر عوساوي قلب الدفاع الى سلمان الفرج، الزوري، سلمان، تقدم الزوري وودع خانة الظهير كما هو الحال ياسر الشهراني، لكن الحال بقي كما هو عليه، التعادل السلبي ما زال قائما ما بين منتخبنا السعودي والمنتخب الماليزي، هنا في الجوهرة المشعة امام الجمهور السعودي في جدة تحديدا، هنا الكرة مقطوعة الى الزوري الى سلمان، الزوري، التحضير الطويل، يعود بالكرة الى عبد الملك، تيسير، بالامكان التوغل، هنا يحيى، خطيرة، تيسير والدخول والصراع، ياسر والتسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة قوية اصطدمت بها اللاعب محمد أظرف إلى خارج أرضية الملعب، كرة ممتازة وتبادل أدوار ما بين اللاعبين ونقل الكرة بشكل رائع، يحيى الشيري، تيسير الجاسم، وفي النهاية ياسر الشهراني والتسديدة، تيسير على التنفيذ يلعب الكرة، هل نشاهد أول الأهداف؟ يلعب الكرة لكنها تتخلص، تعود والكرة إلى خارج أرضية الملعب، يحيى الشيري، تسديدة أكثر من رائعة على يسار شيمات الحارس الماليزي، كرة ممتازة من يحيى الشيري، كرة أكثر من رائعة، هنا المتابعة من هذا اللاعب الذكي جدا واستغلال الكرة بالطريقة الرائعة جدا، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب.
سنتيمترات قليلة على الشباك الماليزية. يحيى الشهري، عبد الملك، كرة مقطوعة، محمد أظرف، شفيق، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب أو خطأ لصالح المنتخب الماليزي. ماذا سيعمل فان مارفيك المدرب الهولندي الذي درب فورتونا سيتارد الهولندي في 97، كان مدربا ايضا في 2001 في فينورد روتردام الهولندي كذلك، ثم ذهب الى البوندسليغا الدوري الالماني مع بروسيا دورتموند ابطال التيفو، والاختراع الرائع من بالطبع انصار بروسيا دورتموند الالماني الفريق الاصفر والاسود. بعد ذلك توجه في 2007 وعاد تحديدا الى فينورد روتردام الفريق الهولندي الشهير. في 2008 درب منتخب هولندا منتخب الكرة الشاملة. هنا المحاولة، عبد الملك الى سلمان، يلعب الكرة طويلة الى ياسر الشهراني، والرأسية والتحضير، لكن الدفاعات متواجدين. السهلاوي كان بالإمكان أن يتواجد في المكان المناسب. ياسر الشهراني، يحيى، ثنائية جميلة ما بين ياسر ويحيى. هنا الكرة، في 2008 فان مارفيك ذكرت انه درب المنتخب الهولندي. هنا المحاولة والرأسية والدخول، لكن الكرة الى خارج ارضية الملعب، وضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح منتخبنا السعودي. في 2013 درب هامبورغ الالماني، عاد للبوندسليغا الدوري الالماني فان مارفيك، لكن هو الان بالطبع مدربا لمنتخبنا السعودي، وتبدو لمسة يد في التسديدة الماضية لصالح ياسر الشهراني، والجرأة الممتازة من ياسر الشهراني في التسديد. هنا الكرة تتخلص من الدفاعات، تعود عبد الملك في الطرف اليسار، محاولة والعرضية والرأسية والسهلاوي والشيمات. شيمات المدرب الحارس الماليزي يقف في المكان المناسب، لكن محمد السهلاوي والرأسية الرائعة من محمد. هل نشاهد أخرى؟ تيسير، عرضية، هذا الهدف الأول، والله ربما الرائع والتسلل، لكن نعم الرائع والتسلل، هدف أبيض لصالح المنتخب السعودي، أو هدف أبيض لم يسجل لصالح المنتخب السعودي. هنا الاعتراض على الهدف، لكن التسديدة واضحة. هنا بالطبع المفاهمة محمد السهلاوي مع السيد الحكم كيم دونجين. هنا البطاقة الصفراء الأولى على شيمات الحارس الماليزي، واستغرب من الحارس وضياع الوقت في الشوط الاول. الحارس الماليزي، وعلى ذكرى شاع عالم اللقاء الاول الذي بالطبع يعني مع المنتخب الماليزي هناك في ماليزيا، كان في 8/9 تحديدا، كان اللقاء في 2015، لقاء الذي أظهر فيه يعني الشغب الجماهيري للمنتخب الماليزي والمدرج الماليزي، بل هناك يعني فرق ما بين الشغب والشغف. هنا التسديدة والمحاولة لصالح المنتخب الماليزي، حذاري حذاري من استلام الكرة في هذا المكان، والتسديد المباشر على خالد شراحيلي.
نعم، لا ننسى يعني الشغب الجماهيري في المنتخب الماليزي والجمهور في موقع شاي عالم في 2015، يعني تحديدا كانت اللقاء الذي كان منتهيا قبل الانتهاء يعني ب2-1 لصالح الأخضر السعودي، لكن بالطبع أوقفت المباراة. هنا المحاولة سلمان المؤشر، لكن التمريرة الأخيرة لم تكن جيدة لسلمان المؤشر المرة الثانية. هنا الكرة، كان السهلاوي يطلب الكرة الرد لسلمان المؤشر. هنا عودة سلمان إلى الزوري على عرضية، والاستقبال الرائع والتمريرة، لكن الكرة تتخلص من الدفاعات الماليزية. هنا الزوري مرة أخرى خطير بحق عبد الله الزوري، لا يحتسب شيء الحكم الكوري الجنوبي. شاهدنا أيضا ركلة جزاء واضحة من وجهة نظري لصالح سلمان المؤشر في الشوط الأول، لكن بالإعادة سوف نشاهد أيضا اللقطة الماضية لصالح عبد الله الزوري. لكن دائما وأبدا قرارات الحكام وخاصة الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ جين الذي يقود هذا اللقاء، بالطبع نحترم قرارات التحكيم. هنا المحاولة ياسر الشهراني، العودة مجددا والكرة مقطوعة من ناوي. هنا الخطأ، ماذا نشاهد؟ إذن بالطبع صافرة الحكم الكوري الجنوبي، والسقوط الواضح لكابتن منتخبنا السعودي أسامة هوساوي. كرة تلعب، عبد الله الزوري، يحيى الشهري في وسط الملعب في الطرف اليسار، المؤشر إلى الزوري، المؤشر والعرضية إلى ياسر الشهراني، كرة بعيدة على ياسر الشهراني إلى خارج أرضية الملعب. أربعين دقيقة مضت على الشوط الأول، والتعادل السلبي ما زال قائما ما بين منتخبنا السعودي والمنتخب الماليزي هنا في موقعة 24 مارس 2015، المباراة التي تعتبر السابعة للأخضر السعودي في المجموعة الأولى. سلمان المؤشر، هل نشاهد التمريرة والعرضية إلى خارج أرضية الملعب؟ الضربة الركنية السادسة للأخضر السعودي، هل نشاهد هنا؟ بالطبع الخطأ، لم تعاد لقطة عبد الله الزوري والسقوط في 18 حتى نحكم على اللقطة. هل نشاهد هنا اللقطة الأخرى؟ إذن هذه هي سلمان المؤشر، اللقطة القريبة الماضية، لكن لم تعد لقطة سقوط عبد الله الزوري. عبد الملك، تمرير رائع علي السهلاوي والتسديدة المباشرة، حاول أن يجرب ويباغت الحارس شيمات، لكن الكرة، هل ضربة ركنية؟ نعم، سابعة للأخضر السعودي. هنا يحيى الشيري على التنفيذ، نتابع السيد الحكم وتوجيهات اللاعبين. محاولة للأخضر السعودي ومنتخبنا، هل نغلق الشوط الأول على فرحة سعودية؟ نعم يا عبد الملك، والتسديدة والكرة، كرة ضائعة لكن ركلة ركنية. عمر هوساوي، نعم الركلة الركنية الثامنة. هنا بالطبع عبد الملك الخيبري، والتسديدة الرائعة والهائلة من عمر هوساوي، لكن إلى ضربة ركنية. هل نغلق على هدف؟ هل نغلق الشوط الأول وننهي كل الحسابات؟ هنا المحاولة والمطالبة، نعم الأوفسايد، لكن الصحيح أن عمر المؤشر، سلمان المؤشر. هنا الكرة والعرضية من عبد الملك مقطوعة، تعود الكرة إلى ياسر الشهراني. هل نشاهد تقدم من ياسر وسرعة ياسر ومهارة ياسر؟ سلمان في العرضية والرأسية إلى سلمان مرة أخرى،
هنا الدخول مهارة سلمان، أثق بالمهارة جيدا، المهارة السعودية نثق بمهارة اللاعب السعودي كما نشاهد هنا اللقطة الفنية الرائعة. سلمان يحيى عرضية هنا نشاهد إلى أسامة، أسامة إلى عبد الملك، واحدة ثانية هنا مرة أخرى سلمان إلى أسامة، أسامة الكرة مقطوعة من خط المقدمة ومن اللاعب 17 يحيى. هنا الكرة يحيى الماليزي اللاعب رقم 17 يعود بالكرة أسامة عوساوي من عبد الملك. الكرة هل نشاهد الوقت أيضا، هل نشاهد الوقت ونهاية الشوط الأول والوقت المحتسب السهلاوي وسقوط محمد السهلاوي. تلعب الكرة رمية جانبية إلى يحيى الشيري، كرة إلى سلمان، دوران سلمان يحضر، هل نشاهد التسديدة ياسر الشهراني السهلاوي، الكرة تيسير واحدة يا تيسير، هنا الكرة وبالطبع الدفاعات المنتخب الماليزي يشتت الكرة بالطبع إلى البعيد حتى ينهي أو يرتاح قليلا المنتخب الماليزي وسط سقوط هيكل صاحب الرقم 18 وسط المطالبة أيضا بخروج اللاعب هيكل اللاعب المصاب، لكن بالطبع انتظرنا كثيرا والشوط أزف على النهاية الشوط الأول ومنتخبنا السعودي متعادل سلبيا أمام المنتخب الماليزي في موقعة الجوهرة المشعة هنا في مدينة جدة في الجولة التاسعة تحديدا، لكن هذا هو اللقاء السادس للأخضر السعودي، هل هذا عفوا اللقاء السابع للأخضر السعودي. ماذا سيعمل هنا كرة إسقاط ما بين اللاعبين ما بين المنتخب الماليزي ومنتخبنا السعودي، هنا الكرة معادة لصالح منتخبنا السعودي. عبد الملك الخيبري بصراحة يعني كان بالإمكان أفضل مما كان، دقيقتين احتسبهما الحكم الكوري الجنوبي كيم دونجين. هنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، بصراحة كان بالإمكان أفضل مما كان لصالح المنتخب السعودي ولمنتخبنا السعودي، لكن أضاع بعض الفرص ولنكن أيضا واقعيين، لدينا ركلة جزاء واضحة لسلمان المؤشر وأخرى لم تعد اللقطة لصالح عبد الله الزوري. هنا يحيى الشهري، هل نشاهد السهلاوي في الطرف اليمين، هذه المرة محمد التمريرة لكنها ضربة ركنية، هل هي تاسعة أم أكثر؟ هنا بالطبع يعني الضغط والأفضلية لصالح المنتخب السعودي، لكن إذا لم تتوج بالأهداف والانتصار لا يهم الاستحواذ بعد ذلك. هنا خطأ لصالح ياسر الشهراني كما أشار المساعد الأول باركسون، ربما تكون اللقطة الأخيرة في المباراة، خطأ لصالح منتخبنا السعودي في الطرف اليمين ياسر الشهراني، كرة مقطوعة لصالح المنتخب الماليزي والمرتدة السريعة هل نشاهد، لكن سباق السرعة الزوري أو عمر أو سلمان المؤشر عفوا في وسط الملعب، نعم هو الزوري سلمان، الشيري يحيى إلى الزوري سلمان المؤشر الذي أعاد الكرة قبل قليل في التغطية بدلا من عبد الله الزوري، الخيبري ياسر الشهراني، أشاهد الحكم وصافرة نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي وأفراد المنتخب الماليزي ويسجدون لله شكرا بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. لا تذهبوا بعيدا، ربع ساعة فقط وانتظروني والآن الذهاب إلى الزملاء في الاستوديو التحليلي.
أمام ضربات ركنية لم يستغلها جيدا لاعب المنتخب السعودي. لكن في الشوط الثاني سوف نشاهد ما سيصنع فاب مارفيك المدرب الهولندي لمنتخبنا السعودي. نتابع أيضا ماذا سيصنع نجوم الأخضر السعودي أمام تكتلات المنتخب الماليزي، والتراجع الواضح لأفراد المنتخب الماليزي، مع أن المنتخب الماليزي ذكرت أنه لا يبحث عن الانتصار أبدا، ولكن المنتخب الماليزي كما نشاهد يريد إيقاف الأخضر السعودي فقط وتسجيل تعادل ثالث ربما. لكن سلمان مرة أخرى، عبد الله الزوري، يحيى الشيري، يلعب عرضية إلى السهلاوي، لكن الكرة تعود إلى الحارس شيمات، الحارس الماليزي. هنا بالطبع اللقاء ضمن الجولة أو المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا مونديال موسكو 2018، بينما أيضا التصفيات التي تؤهل أيضا لنهائيات كأس آسيا المزمع إقامتها في إمارات الخير في 2019. والأخضر السعودي منتخبنا ما زال يتواجد وما زال يحاول يمنة ويسرى، لكن لم يحالف لاعب المنتخب السعودي، لم يحالفه بالحظ. ولا سلمان يتقدم إلى الزوري على أرضية المثالية، لكن الكرة تبعد إلى الزوري بالاشتراك، لكن الكرة تبعد أيضا من هيكل عبد الملك الخيبري، يعود بالكرة أسامة أوساوي، ياسر الشهراني. المشاهد حتى الحضور الجماهيري يبدو جيدا وممتازا، 30,000 متفرج سعودي حاضر هذا اللقاء. هنا المحاولة الزوري والتسديدة، والدفاعات دائما وأبدا. هذه المرة اللاعب البديل محمد كالم، اللاعب الذي نزل بديلا في الشوط الأول بدلا من اللاعب رقم 7 محمد عبد الرزاق اللاعب المصاب. الركلة الركنية 9، هل نحسب الركلات الركنية التي تحصل عليها الأخضر السعودي ولم يستغلها جيدا؟ هنا الرأسية وتتخلص أيضا تيسير بالتحضير مرة أخرى إلى سلمان. هل نشاهد يحيى الشيري كان بالإمكان أن يلعب الكرة سلمان، هنا الكرة تتخلص. سلمان مرة أخرى يلعب الكرة يحيى الشيري، سلمان الفرج، نشاهد التمريرة يحيى الشيري أسامة أوساوي كابتن المنتخب السعودي. تيسير يعود في المرور، سلمان الذي اتجه للجهة اليمين، هنا المحاولة سلمان الفرج، يحيى، ياسر الشهراني في التوغل، العرضية والحارس شيمات. كرة في الطرف اليمين لصالح المنتخب الماليزي، مقطوعة من سلمان. هنا المحاولة، السرعة ولا غير السرعة، محمد السهلاوي. نشاهد التمريرة الممتازة ورائعة في الطرف اليمين، مرة بينية، الهدف الأول. هدف جميل للأخضر السعودي في بداية الشوط الثاني، هنا الانطلاقة أوردها سلمان و
وبعد ذلك الاستقبال من المؤشر والتسديدة وهبة من السهلاوي. السهلاوي هدف الرابع عشر في سجل هذا اللاعب محمد السهلاوي، اللاعب الذي لا يخطئ المرمى تماما، دائما وابدا يجلب الفرح للاخضر السعودي. تسلم يا محمد، هدف جميل، هدف ولا اروع، تقدم لمنتخبنا السعودي، تقدم لمنتخبنا السعودي. نعم، اذا حضرت روح منتخبنا السعودي فالمساله محسومه منذ بداية الشوط الأول، والأخضر السعودي يسيطر على اللقاء، لكن متى يكون طعم اللقاء جيدا وذا رونق خاص؟ عندما تهز الشباك الماليزية الأخضر السعودي عندما كان في الثمانينات بالأربعة والثمانين أول بطولة آسيوية بقيادة الأساطير الكبار في المنتخب السعودي وبقيادة مدربنا القدير المخضرم المدرب خليل الزياني الذي قاد أول كتيبة سعودية في الأربعة والثمانين. في الثمانية والثمانين هنا سلمان المؤشر والسهلاوي تسديد إلى خارج أرضية الملعب. لم نشاهد الكرة جيدا، العانقة الشباك. نعم، السهلاوي أخطر لاعب في خط الثمانية عشرة، لا يمكن أن تتنبأ بما يفعل السهلاوي، حذاري من تواجد السهلاوي. هنا رقم اثنين يتواجد أيضا، اللاعب دافيز، هذا هو ماثيو دافيز، اللاعب المولود في استراليا الذي يتواجد في التشكيلة الماليزية، مدافع رقم اثنين. هذا سيصنع صاحب ال 45 سنة الذي بالطبع كان لاعبا مدافع، ولذلك تجد التشكيلة الماليزية خروج اللاعب رقم 20 محمد أضرب، لكن تواجد ماثيو دافيز اللاعب الذي ولد في أستراليا لكنه يتواجد الآن في خط الدفاع في المنتخب الماليزي. إذن واحد إلى شيء، المؤشر السعودي أخضر. هذا هو سوي المدرب الماليزي الذي يقود ماليزيا. هنا يحيى الشهري، رأسية السهلاوي، يحيى إلى السهلاوي، هنا التقدم، هنا التوغل على عرضية، وسلمان، سلمان من يقابل الكرة، لا يوجد أحد، لكن عودة، عودة دائما وأبدا أفراد المنتخب السعودي لحد الآن يقدم المستوى الكبير، حتى في الشوط الأول رغم الاستحواذ، لكن بصراحة انتظرنا نصف ساعة في الشوط الأول حتى بدت التسديدة الأولى بقدم يحيى الشهري، بعد ذلك توالت التسديدات وتسديدة عبد الملك الخيبري في الشوط الأول، يعني شاهدنا بعض اللقطات الجيدة، لكن بصراحة الشوط الثاني بدأ المنتخب السعودي أكثر، يعني أكثر جديا في إدراك النتيجة. نعم، إدراك الفوز ولا غير الفوز ولا غير الانتصار. هنا سلمان المؤشر يتقدم، يعود إلى الزوري على العرضية، من يقابل الكرة؟ الكرة تتخلص من دفاعات المنتخب الماليزي. عمر عوساوي، المرور الجميل، السرعة، المهارة، عمر يتقدم يريد أن يسجل، أصبح مكان السهلاوي. هل نشاهد عمر السهلاوي إلى عمر؟ نعم، كانت ممتازة لعمر عوساوي إلى يحيى الشهري، والمحطة العرضية بالقدم اليمنى إلى ياسر الشهراني في التحضير، ياسر مرة أخرى، تيسير ياسر، محاولة. ويشاهد أيضا ونتابع عبد الملك إلى سلمان، سلمان بالطبع يتقدم، سلمان يمرر تمريرة أكثر من رائعة، ياسر الشهراني، الدخول والمحاولة والبحث العرضية، بهارة ياسر وعرضية ياسر، هنا المؤشر وسقوط
الآسيوي. نعم سقوط محمد السهلاوي، نشاهد الدفع. عن ماذا؟ دفع واضح من اللاعب رقم 2 ماثيو الذي دخل قبل قليل دافيز، اللاعب الذي ذكرت أنه مولود في أستراليا. وهنا الدفعة الواضحة من هذا اللاعب الماليزي الأخضر السعودي، هدف بلا شيء بواسطة الكابتن محمد السهلاوي، هداف التصفيات لحد الآن ب14 هدف. محمد السهلاوي اللاعب المثير واللاعب المهاري يغيب كثيرا، وغاب بالطبع يعني مع نادي النصر عن التسجيل، لكن محمد السهلاوي هنا كليب خاص لمخرج المباراة مع اللاعبين ومع النداءات ومتابعة المدربين. وهنا المدرب الآخر والحسرة تبقى، المدرب الذي درب المنتخب الماليزي الأولمبي وبعد ذلك تواجد مع في 2015 في شهر أيلول تحديدا مع المنتخب الأول الماليزي، وللقيادة قيادة المنتخب في التصفيات. بكل تأكيد يعني لقاء المنتخب السعودي افتتح هذه البطولة بقيادة المدرب الوطني القدير فيصل البدين، أيضا بانتصار على المنتخب الفلسطيني 3-2 بالهدف الذي أتى في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، هدف الانتصار الثالث كان بقدم محمد السهلاوي. ها هو الآن يعود السهلاوي ليسجل الهدف في المرمى المنتخب الماليزي. له هدف محمد السهلاوي في اللقاء الماضي أمام ماليزيا، اللقاء الذي ذكرت فيه في موقعة شاع عالم أو ملحمة شاع عالم، أتحدث عن اللقاء الذي كان فيه الجمهور الماليزي حالات الشغب والألعاب النارية. بالطبع أنهيت المباراة، لم نسمع صافرة الحكم كما ذكرت في الشوط الأول، لم نسمع صافرة الحكم لحد الآن الذي قاد اللقاء الأول، لأن اللقاء أنهي قبل الدقيقة 90 تحديدا، والمنتخب السعودي منتصر بهدفين لهدف. لكن نعم، مع أن المنتخب الماليزي كان هو البادئ بالتسجيل بقدم الكابيتانو رحيم شفيق رحيم، لكن بعد دقائق معدودة 3 دقائق فقط عدل النتيجة تيسير الجاسم بتسديدة ولا أكثر، أكثر من رائعة. بعد ذلك رأسية السهلاوي والعرضية الهائلة من الظهير اليمين الهائل أيضا والرائع جدا والمتميز ياسر الشهراني. نعم هكذا بدت حكاية شاع عالم في موقعة الذهاب، لكن بعد ذلك الاتحاد الآسيوي قرر انتصار السعودية ومنتخبنا الأخضر ب3-0 بفعل الشغب، ولا أقول الشغف بل الشغب الجماهيري في مدرجات ماليزيا. ويحيى الشيري والتسديدة لكن كانت ضعيفة ومقروعة من شتام الذي لم يقرأ عداد الهدف الأول، الهدف الذي أتى بطريقة ممتازة. يحيى الشيري سدد الكرة بطريقة ضعيفة لكن محاولة ممتازة أيضا لصالح المنتخب السعودي. نريد أهداف وتسلسل الأهداف كما شاهدنا في لقاء أيضا اللقاء الآخر بعد الافتتاح. لقاءات الأخضر السعودي قابل تيمور في أرضية هذا الملعب تحديدا، واستقبال أكثر من رائع وسباعية للأخضر السعودي، حملت هاتريك للهداف محمد السهلاوي وهدف ليحيى وهدف لتيسير والفرج أيضا والمولد هدف. هذه نتيجة السباعية أمام تيمور الشرقية. بعد ذلك أمام المنتخب الماليزي ذكرت في شاع عالم هنا الكرة و3-0 بقرار من الاتحاد الآسيوي. بعد ذلك في الجولة الرابعة قابلنا المنتخب الإماراتي الأبيض الإماراتي الشقيق وسط أرضية هذا الملعب، وهدفين لهدف لصالح المنتخب السعودي ولأخضرنا السعودي بعد أن تقدم أحمد خليل بالهدف الجميل. هنا الروسية والكرة إلى خارج أرضية الملعب. نعم أحمد خليل الهداف الإماراتي
لا زلنا نتذكر الخطأ الذي نفذه أحمد خليل بطريقة ممتازة في مرمى المنتخب السعودي. نعم، بعد ذلك سجل هدفي الانتصار لمنتخبنا السعودي، كانت بقدم أو نعم الهدفين كانت تحمل بالطبع توقيع محمد السهلاوي. وبالمناسبة هدفي السهلاوي في المنتخب الإماراتي كانت في آخر دقيقة في زمن الشوط الأول وآخر دقيقة في زمن الشوط الثاني دائما وأبدا. الجولة التي تليها، لكن سلمان ماذا سيصنع في هذه الهجمة وقد الكرة بشكل رائع، والتحضير سلمان مرة أخرى، عودة من تيسير سلمان والسقوط وركلة ضربة مرمى كما يشير السيد الحكم. هل نشاهد العودة وفي الإعادة ربما كل الإفادة؟ أقول ربما، ربما أيضا لا نستفيد يعني من الإعادة، وإن كانت حتى وإن كانت ضربة جزاء فإن الحكم الكوري الجنوبي أصدر الأوامر وانتهى الأمر. وبالطبع ضربة مرمى، تلعب الكرة من شتام الحارس الماليزي، يلعب الكرة مقطوعة ولصالح الدفاعات سوبرام إلى عبد الملك الخيبري المتواجد جنبا لجنب مع هنا. الإعادة لم تكن واضحة لصالح المنتخب الماليزي، وبالطبع أنا أقول أن من يدعي الحياد في تشجيع المنتخب فهذا هو المعاند. وهنا العرضية، نعم تشجيع المنتخب السعودي، لا يوجد حياد في تشجيع المنتخب السعودي، كلنا مع الأخضر. والهاشتاج الذي أطلق بالطبع أطلقه الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملك الأمير عبد الله بن مساعد منتخبنا أولا. وبالطبع جميع الألوان تتحطم أو لنقل تندمج روحيا مع الأخضر السعودي ومع الراية الخضراء. هنا ياسر الشهراني، محاولة في الطرف اليمين، محاولة يحيى الشيري، يلعب الكرة في الطرف اليمين، دخول يحيى، يعود إلى سلمان ياسر. هل نشاهد يا سلمان التأخر الجميل من ياسر الشهراني؟ لم يمرر الكرة بسرعة بفعل التسلل. هنا بالطبع تيسير، هل نشاهد الكرة إلى ضربة ركنية؟ هل هي الحادية عشرة؟ بالطبع نشاهد أيضا المرشح للاتحاد السعودي لكرة القدم ولرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ سلمان المالك يتواجد. بالطبع اليوم يعني كان هناك ندوة بدأت منذ الواحدة ظهرا إلى الساعة الثامنة قبل بداية هذه المباراة يعني نصف ساعة، سوف نتحدث بعد ذلك. هنا الكرة والعرضية وتتخلص ندوة للحكام الوطنيين. هنا الكرة، بالطبع الكرة للحارس، ندوة عفوا لمدربي الوطن. هنا الكرة والتسديدة لياسر الشهراني الرائعة، ولكن الحارس شمات يمسك الكرة. نعم ندوة بدأت من الواحدة ظهرا إلى الساعة الثامنة، جمعت أكبر تجمع للمدربين الوطنيين السعوديين، 400 مدرب سعودي هنا في الجوهرة المشعة، أول تجمع كبير تاريخي للمدربين. كان بالطبع تكفل بهذا الاجتماع هو المرشح كما ذكرت الأستاذ سلمان المالك، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. بالطبع نظمها ايضا المدرب الوطني القدير علي كميخ بالاشتراك مع المدرب الوطني القدير، هو القدير جدا محمد الخراشي. بالطبع كانت هناك محاضرات عن اساليب التدريب الحديثه، ويعني بالطبع يعني هو اول تجمع كبير تاريخي للمدربين الوطنيين، 400 مدرب سعودي. هنا اقيمت الندوه في هذا الملعب تحديدا وفي هذا اليوم
قبل لقاء ماليزيا. 7 ساعات كانت ندوات ومحاضرات متتالية، لكن بالطبع نشكر الأستاذ سلمان المالك المرشح رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونطالب بقية المرشحين أيضا بمبادرات أخرى. هنا الكرة، المرشحين طبعا لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، هنا المحاولة، سلمان يلعب الكرة، المؤشر يحيى، مقطوعة من الدفاعات من ناوي، هنا بالطبع سلامة، سلامات ليحيى الشيري والاستدامة الماضي مع ناوي كما شاهدنا. استدام الكرة بالطبع مع يحيى الشهري، والتعادل أو لنقل لم يكن متواجدا، يعني هنا النتيجة 1-0 لمنتخبنا السعودي. شوط أول نعم خرج متعادل الأخضر السعودي أمام ماليزيا، أو لأقول أن المنتخب الماليزي نجح في التعادل في الشوط الأول، لكن مع بدء الشوط الثاني تقدم المنتخب السعودي بقدم محمد السهلاوي، وسط متابعة رائعة من هذا اللاعب الرائع ومن الهداف الخطير، الهداف الذي يتصدر هدافي هذه البطولة التصفيات تحديدا ب 14 هدف لحد الآن مع هدف اليوم. 9 لقاءات جمعت المنتخبين الماليزي والسعودي، 7 انتصارات لأخضرنا السعودي، بينما تعادلين للمنتخب بين المنتخبين. المنتخب الماليزي لم يسبق له وانتصر على المنتخب السعودي أبدا عبر التاريخ. هداف لقاءات المنتخبين هو الأسطورة، أسطورة كرة القدم السعودية ماجد أحمد عبد الله، ب5 أهداف في مرمى المنتخب الماليزي. هنا الكرة مقطوعة مرة أخرى في لاحية الشيري، معادة من سلمان الفنان، تعود الزوري، يحيى الشيري، سلمان المؤشر، يحيى يتقدم. هل نكتفي بالهدف الواحد؟ نحن نبحث عن الأهداف والانتصار بأهداف حتى نرتاح كثيرا في اللقاء الأخير يوم الثلاثاء القادم تحديدا في 29 مارس في الأراضي الإماراتية في أبو ظبي أمام الإمارات. إذا أخضرنا السعودي في موقع كبرى مع المنتخب الإماراتي، والمنتخب السعودي قادر على الانتصار على الإمارات كما فعل في أرضية هذا الملعب في الجوهرة المشعة بهدفي وبقدم محمد السهلاوي. في الطرف اليمين سلمان يعود، عوساوي، الزوري، عمر، طرف اليمين أسامة، سلمان، تيسير، ياسر الشهراني، تيسير، سلمان، يمرر سلمان وشيمات يتواجد. نشاهد تحرك فان مارفيك واستبدال بعض اللاعبين وتحريك التشكيلة نوعا ما. نشاهد بالطبع لدينا أسماء تتواجد في خط الاحتياط لمنتخبنا السعودي. هنا محمد السهلاوي، الكرة مقطوعة والمطالبة بخطأ لمحمد السهلاوي، لكن السيد الحكم يأمر باستمرارية اللعب. هنا الدوران مقطوعة، ياسر، كرة ممتازة لياسر من تيسير الجاسم، لكن كرة مقطوعة، مرور من الدفاعات محمد فضلي، ياسر، رأسية عبد الملك، عمر، الزوري إلى عبد الملك الخيبري، يلعب الكرة أسامة أوساوي، سلمان الفرج ينقل الكرة في الطرف اليمين، محاولة للمنتخب السعودي. نشاهد هدف آخر لمنتخبنا السعودي، يعود عبد الملك، الزوري، كرة ممتازة، سلمان،
السعلاوي، لكن الكرة بعيدة من تيسير الجاسم. الزوري يعود بالكرة، عبد الملك الخيبري، تكتل واضح لأفراد المنتخب الماليزي. هل نستطيع أن نقول السور الماليزي؟ في الطرف اليمين على أرضية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. سوريا انتصرت في مساء هذا اليوم على كمبوديا 6-0. قطر أيضا تنتصر على هونغ كونغ 2-0. إيران على الهند 4-0. عمان ينتصر السلطنة على غوام 1-0. مملكة البحرين المنتخب البحريني 3-0 على المنتخب اليمني. هنا العرضية ياسر ولا الرأسية وأسامة، لكن الحارس يتواجد. لديه 3 أهداف هذا الموسم أسامة عوساوي. كرة معادة في وسط الملعب ولصالح ياسر الشهراني الذي عاد مجددا للتغطية بعد تقدم المدافعين لاستغلال الطول في الركلة الركنية. محاولة في الطرف اليمين، يحيى الشهري يلعب الكرة، هاي تيسير الجاسم، يعود إلى يحيى. تحضير طويل من أفراد المنتخب السعودي، هل نشاهد السرعة؟ عمر عبد الملك، هل نشاهد عبد المجيد الرويلي السهلاوي والتسديدة تعود؟ هل نشاهد عبد المجيد الرويلي في التغيير القادم؟ والعرضية والرأسية والتحضير، ممتازة العرضية من تيسير الجاسم. محاولة عبد الملك، يحيى الشيري، يحيى يتقدم إلى عبد الملك في الطرف اليمين. محاولة والعرضية البعيدة إلى خارج أرضية الملعب. التصنيف العالمي للمنتخبات، تصنيف الفيفا في شهر مارس، بالطبع المنتخب السعودي منتخبنا الأخضر يحتل أو وجد أو تحصل على الترتيب 60 في التصنيف الفيفا، بينما المنتخب الماليزي في الترتيب 166، ترتيب متأخر للمنتخب الماليزي، بينما أيضا المنتخبات الأخرى في المجموعة المنتخب الإماراتي في الترتيب 64، بعد المنتخب السعودي هو أعلى تصنيف في هذه المجموعة، بعد ذلك المنتخب الفلسطيني الشقيق في الترتيب 117، منتخب تيمور الشرقية في الترتيب 170. هذا هو التصنيف. هنا فهد المولد ومختار فلاته كما نشاهد، وحسين القاوي، أسماء جيدة وجميلة في خط المقدمة للمنتخب السعودي. هذا نشاهد حسين القاوي ومختار فلاته اللاعب الهداف، أيضا فهد المولد اللاعب السريع. هنا المحاولة والتحضير والكرة مرة أخرى تيسير. المسألة محسومة اليوم مع تيسير، هدف الثاني للأخضر السعودي، مؤشر المنتخب السعودي أخضر في هذا المسار، سواء في كوالالمبور أو في جدة. السعودي يسجل، السعودي من جدة، سواء في كوالالمبور أو في جدة، الأخضر السعودي من جدة يسجل هدفين. ولا أروع، السهلاوي بدأها وتيسير أنهاها بين قدمي شيتان الذي شمات. نعم، مات من هذه اللقطة أفراد المنتخب الماليزي، وبالطبع هدف ثاني للأخضر السعودي. نعم، الأخضر السعودي يضرب موعدا مع الفرح، وبهدفي السهلاوي وتيسير الجاسم، أسماء ممتازة في خط المنتخب السعودي. نعم، ربما نقول الانتصار بأقل مجهود ربما للأخضر السعودي، كان باحثا من الدقائق الأولى من المباراة، كان يبحث كثيرا النتيجة بصراحة، يعني تحصل على يعني
الحظ وأحيانا لا يلدغ بالطمع، لكن المنتخب الماليزي وشباك المنتخب الماليزي لدغت لمرتين بالطبع براعة وحرفنة ومهارة اللاعب السعودي بأقل مجهود. يحيى الشيري، ياسر الشهراني، تيسير سلمان يلعب بمشط القدم إلى عبد الملك المؤشر ويتقدم، محاولة يحيى السهلاوي لكن الكرة تتخلص. ما زال المنتخب الماليزي في الدفاعات، لم يتقدم، لا يبحث عن شيء، ولا بالطبع لا يرجو شيء من هذه المباراة سوى بالطبع اللعب على التعادل وخطف نقطة. لكن الآن الأوضاع تبدو صعبة على المنتخب الماليزي، والأبداء والأوضاع تبدو سعيدة لصالح منتخبنا السعودي بانتظار موقعة 29 مارس والتغيير الأول. بالطبع منتخبنا السعودي خروج اللاعب 15 هذا اللاعب 15 سلمان المؤشر، وبالطبع وسط يعني تحية كبرى من الجماهير الذين يحضرون هذا اللقاء. فهد المولد أيضا صاحب الرقم 19، نعم هنا الألوان الخضراء والبيضاء دولة المنتخب السعودي، والشعار الذي أعطبناه وعشقناه في الصغر تحدث عن الجهة المدرب البرازيلي وبقيادة أيضا الأساطير في 88. هنا 34,889 تقريبا، لم أشاهد الكسور الزيادة على طبعا الكسور الأرقام، لكن 34,000 تحية كبرى لهذا الجمهور الذي تعنى الحضور بالتأكيد، لكن هو واجب وطني على الجميع حضور الجمهور في ملعب الجوهرة، ليس غريبا على جمهور درة العروس على جمهور الغربية. هنا ركلة ركنية أولى لمنتخب ماليزيا في اللقاء، لكن بعد أن تقدم المختار يتواجد السهلاوي بالواجب الدفاعي يخلص الكرة، أرادها تمريرة لكن طويلة على تيسير، قطعها السهلاوي، تقدم السهلاوي، هنا الواجب الدفاعي من تيسير، والسهلاوي يستحقون التحية. هنا المحاولة هو لصالح فهد المولد، هل يخطف الكرة؟ والسرعة لفهد المولد واستغلال السرعة الآن، ربما يتراجع محمد السهلاوي لصناعة اللعب، يتواجد لاعب سريع مثل فهد المولد بإمكان المنتخب السعودي استغلال سرعة بالطرف فهد المولد. هنا شهرول سعد يتواجد أيضا، هذا اللاعب رقم 12 أين يتواجد؟ هل هو مدافع؟ وخروج اللاعب 13 ناوي، لكن سوف نتابع شهرول، أين يتواجد شهرول سعد صاحب الرقم 12؟ هنا بالطبع الهجمة لصالح منتخبنا السعودي، هل نشاهد هدف ثالث؟ هنا سلمان الفرج، سلمان كرة من تيسير لكن مقروءة من الدفاعات، فهد المولد اللاعب الخطير اللاعب السريع، تعود الكرة إلى فهد، تيسير هل يلعب الكرة؟ سلمان يعود بالكرة إلى الزوري على عرضية رأسية السهلاوي والتحضير، أراد ترويض الكرة لياسر الشهراني لكن مقطوعة لصالح المنتخب الماليزي، المهارة ورمية جانبية لصالح الأخضر السعودي منتخبنا السعودي. إذن مجموعات ثمان، وأنا مختار بدل السهلاوي الذي عبل بلاء حسنا في هذا الشوط وفي الشوط الأول، محمد السهلاوي صاحب الهدف الأول وافتتاحية السجين والطروح الرياضية ما بين اللاعبين، وهنا بالطبع السلامة بين اللاعبين، وقد نشعر نزعة كثيرا بمنتخبنا السعودي ونفرح كثيرا برؤية الأخضر السعودي. وانا مختار فلاتا وفهد المولد والتفاهم ما بين اللاعبين، وانا السوري عن الشاهد فان مارفيك
الذي أراد دخول فهد المولد مع فهد المولد أو فهد المولد مع فهد المولد والتفاهم بين اللاعبين. هنا بالطبع يا عشيري والعطية والمحمود الذي يتواجد الآن بعد خروج العرض محمد السلاوي يتواجد المخ مختار فلاتة. هل نشاهد هدفا ثالثا لصالح المنتخب السعودي وزيادة الغلة حتى نصل إلى الهدف رقم 28 لدى المنتخب السعودي؟ نعم، لدى المنتخب السعودي 25 هدف مع الهدفين، إذن 27 هدف. هل نكمل الهدف 28؟ وبالطبع نحن نطمع بالزيادة كي نصل إلى الرقم 30 لعل وعسى، حتى يعني الأهداف تضعنا أولا دائما وأبدا. هنا المحاولة يحيى الشيري والسقوط الواضح والخطأ. الدقيقة 81، بقيت 9 دقائق والبطاقة الصفراء الثانية. ربما نعم لا توجد بطاقة، لا يوجد قرار من السيد الحكم، لكن هنا يحيى الشيري والخطأ على اللاعب رقم 17 يحيى. أيضا هو اللاعب يحيى، أعاق اللاعب يحيى. هنا نظرة على الجمهور الذي يحضر هذا اللقاء، الجمهور السعودي الذي يستحق التحية والاحترام. سلمان الفرج على التنفيذ، على التنفيذ سلمان الفرج يتواجد تيسير الجاسم، أيضا شيمات يتواجد في الشباك الماليزية. الكرة تعود إلى ضربة ركنية لصالح منتخبنا السعودي. نعم، جيل 88 تحصل على بطولة آسيا، جيل 92 حل وصيفا أيضا في اليابان، أيضا الجيل الذي يليه في 96 انتزع البطاقة والكأس أمام المستضيف المنتخب الإماراتي بالطبع مع زيماريو المدرب البرازيلي. هو في الجيل 96 في الإمارات، أيضا جيل 2000 عام 2000 في التي البطولة التي أقيمت في لبنان تحديدا على النهائي أمام اليابان، يعني لعب على النهائي المنتخب السعودي. بالطبع يعني أجيال كانت أسماء تكتب بماء الذهب بصراحة. بعد ذلك في جيل 2004 الخروج يعني من البطولة الآسيوية، 2008 كذلك. لكن أتحدث عن بطولة آسيا التي غابت على الأخضر السعودي منذ 96. 3 بطولات حققها الأخضر السعودي، وأيضا التأهل لنهائيات كأس العالم. لم بالطبع لعبنا يعني بصراحة يعني في أول كأس عالم في 94 كان في الولايات المتحدة الأمريكية. لعبنا أيضا هنا العرضية مختار والكرة إلى خارج أرضية الملعب، وربما الراية والتسلل. نعم، في 98 أيضا لعبنا في أوروبا في القارة الأوروبية في المونديال الفرنسي، توجد كرتين في أرضية الملعب. مختار يتكفل بإبعاد الكرة، بينما أقول المونديال الفرنسي كذلك تأهل المنتخب السعودي. في 2002 في كوريا واليابان المونديال الآسيوي، لعبنا أيضا في آسيا في كأس العالم في نهائيات كأس العالم، ثم عدنا إلى أوروبا في 2006 في المونديال الألماني في 2006، ووداعا بعد ذلك لنهائيات كأس العالم. لم يحالفنا الحظ في 2010 في مونديال ساوث أفريقيا، بعد ذلك في 2014 المونديال البرازيلي لم يحالفنا الحظ كذلك، ولم نستحق التأهل بكل صراحة. المنتخب السعودي كان بعيدا لثمان سنوات متتالية عن الأمجاد وعن العودة. هل يعود مع فان مارفيك ومع هذا الجيل، الجيل الجميل؟ هل يعود أيضا بالتأهل لنهائيات كأس العالم في موسكو أولا في 2018، بعده بسنة تحديدا أيضا اللعب في نهائيات كأس آسيا في 2019 في الإمارات؟ حسين القهوي يتواجد
خروج تيسير الجاسم. حسين مقاوي صاحب المجهود الوافر في وسط الملعب. ماذا سيصنع حسين مقاوي لاعب منتخبنا السعودي اليوم؟ لا اريد ان اتحدث عن الوان الانديه ابدا، لكن لاعب المنتخب السعودي حسين مقاوي التبديل الثالث والاخير صاحب الرقم 17 تيسير الجاسم. وخروج اللاعب تيسير الجاسم 16 حسين مقاوي سيستوجب كده من سعودي ليبيا بادرين انبار. كرة تلعب بالطبع الاصابات التي اجتاحت المنتخب السعودي ساوساوي ومصطفى بصاص. نتمنى لهم السلامة والعودة مجددا مع الأفضل السعودي ومع الأماني والطموحات والقادم الأفضل أيضا للمنتخب السعودي ومع الموقعة القادمة في أبو ظبي مع المنتخب الإماراتي. منتخبنا السعودي دائما يقدم المستويات الكبيرة في خارج الميدان تحديدا. هنا الكرة شاهدنا كيف عاد أمام المنتخب الماليزي، عاد بالنتيجة بعد أن كان متأخرا. والتاريخ كذلك يثبت لنا أن الأخضر السعودي دائما خارج الديار يقدم المستوى المأمول، ليس شرطا أن يكون يعني السبب اللعب أمام الجمهور لا أبدا، ولكن التحمل المسؤولية من أفراد المنتخب السعودي. شاهدنا قبل سنوات كيف روض المنتخب الإيراني أمام 100,000 متفرج في ملعب أزادي، وهنا الكرة خارج أرضية الملعب. تسديدة ممتازة إلى خارج أرضية الملعب. هذا حسين مقاوي أراد مخادعة شيمات الحارس الماليزي، لكن قراءة ممتازة من الحارس، ربما تعرض للإصابة. المنتخب السعودي هو منتخبنا الأفضل، قابل بعد ذلك الجولة الخامسة تيمور الشرقية. في تيمور الشرقية وانتصار سعودي بعشرة للا شيء. حمل التوقيع السهلاوي خماسية وهزازي هدف، ويحيى كذلك وأسامة وفهد المولد وعبد الملك الخيبري 10 أهداف. نعم هذه نظرة على الجمهور السعودي وجمهورنا الحبيب الذي يحضر هذا اللقاء، وبالطبع الأطفال والصغار والكبار يتواجدون في أرضية في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله الجوهرة المشعة، والدعم اللامحدود من الجمهور السعودي كما شاهدنا عدد الجمهور 34,000 وزيادة، وربما يصل العدد إلى أكثر من ذلك. هنا العرضية والكرة تتخلص، لكن الكرة خرجت قبل ذلك. السهلاوي يتزعم هدافي هذه التصفيات ب14 هدف، مع الهدف الذي سجله في هذا المساء أيضا أحمد خليل اللاعب الإماراتي لديه 10 أهداف في هذه التصفيات. الإمارات التي ذكرت أنه انتصر قبل هذا اللقاء أمام المنتخب الفلسطيني بهدفين للا شيء، لكن نشاهد نعم حملت الأهداف إسماعيل الحمادي وأيضا أحمد خليل سجل بركلة جزاء. إذن أحمد خليل وصل إلى الهدف 11، بينما 14 هدف لمحمد السهلاوي. هنا المحاولة فهد المولد إلى الزوري، الزوري في غارة على المنتخب الماليزي. الشهري يحيى عرضية لكن مقطوعة، تمريرة كانت بينية من يحيى الشهري. المشاهد الزوري عمر أوساوي كانت له لقطة قبل ذلك، عمر أوساوي
كاد أن يسجل هدف في الشوط الأول. هنا 4 دقائق وقت مدى ضائع في هذا الملعب الجميل والأضرع على الجمهور الجميل. إذن هدفين للا شيء. الوقت مدى ضائع في الشوط الثاني 4 دقائق يحتسبها الحكم الكوري عبد الملك الخيبري. لم نكن بصراحة في تمام الرضا للحكم الكوري الجنوبي. لدينا ركلتي جزاء واحدة ربما مشكوك فيها، لكن واحدة صحيحة لصالح المعشر على الرأسية في الشوط الأول، لكن الكرة تتخلص لصالح المنتخب الماليزي. سباق السرعة في الطرف اليسار، محاولة لصالح المنتخب الماليزي مع اللاعب رقم 17 تواجد في الطرف اليسار، والمحاولة قراءة ممتازة والكرة لا يوجد تسلل، والكرة مرت سلامات على المنتخب السعودي. سلمان عندما يتحرك المنتخب الماليزي سوف يكشف المرمى والدفاعات كما نشاهد، لكن ماذا سنصنع وماذا يعني سيصنع المنتخب السعودي مع هذه الهجمات ومع يعني إضاعة الفرص؟ هنا المحاولة يحيى الشيري والتحضير البطيء والطويل والكرات العرضية كما نشاهد. عبد الملك إلى سلمان، المشاهد عرضية رأسية مختار، هنا المحاولة المرور يحيى والسقوط، المشاهد بالطبع لا نشاهد قرار، هل يقول الضربة ركنية أم ماذا؟ قرار غريب. لنرى السيد الحكم، ضربة ركنية، كيف احتسب الضربة الركنية لصالح المنتخب السعودي؟ هذا الجمهور الذي يحضر هذا اللقاء، الكبار والصغار في أرضية ملعب الجوهرة المشعة التي أضاءت بفرحة أنصار المنتخب السعودي وأضاءت بصراحة بهذا الجمهور الجميل والتشجيع المتواصل والمؤازرة وشحن الهمم كما نشاهد ونتابع. إذا منتخبنا السعودي وبالطبع يبدو أن هذا الصغير أراد يعني التصفيق في اللقطة الماضية، لكن الجمهور توقف عن التصفيق. لنعود إلى الركلة الركنية لصالح منتخبنا السعودي الذي سوف يصل إلى النقطة 19 على العرضية والركلة الركنية. التحضير يحيى الشيري، سلمان، ياسر الشهراني على العرضية، يحيى، المشاهد عبد الملك، ضاعت الكرة من عبد الملك الخيبري. إذن آخر لقاء قبل هذا اللقاء كان للأخضر السعودي أمام فلسطين، المنتخب الفلسطيني الشقيق في الأراضي الأردنية، اللقاء الذي انتهى سلبيا ما بين المنتخبين. هذه لقاءات الأخضر السعودي، وهنا بالطبع بانتظار نهاية المباراة. السعودية 2-0 للمنتخب الماليزي، وفرحة كبرى بالطبع الجمهور السعودي، ولا أنسى التحية في يعني دقائق هذه المباراة لأبطالنا وجنودنا المواصلة في حدود المملكة العربية السعودية. نصرهم الله جميعا وحماهم الله وحفظهم، وهنا صافرة النهاية لأحلى رواية، رواية الجوهرة المشعة بموقعة ماليزيا التي في موقعة الإياب. إذن 2-0 لصالح المنتخب السعودي ولمنتخبنا السعودي يصل للنقطة 19. ألف مبروك للجمهور السعودي ولعشاق الجمهور السعودي، عشاق المنتخب السعودي وهارد لك المنتخب الماليزي. بدأت المباراة بالمصافحة وانتهت كما هو الحال بالمصافحة والتحية. كنت معكم على الوصف والتعليق عايد العصيمي. و
والآن الذهاب إلى الزملاء في الاستوديو التحليلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.